السادسة مساء بتوقيت القاهرة، نشرة جديدة من القاهرة الإخبارية. مرحبا بكم وأهلا بك منى. أهلا بك خالد. والبداية دائما بأبرز العناوين. الجيش اللبناني يغلق الطريق بين النبطية ومرج عيون بعد رصد تقدم لقوة إسرائيلية باتجاه دير ميماس في جنوب لبنان. استشهاد وإصابة 6 فلسطينيين في استهداف الاحتلال تجمعا للمواطنين بمحيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة. وزراء خارجية مجموعة السبع يناقشون الأسبوع المقبل مذكرات التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت. والبداية من التطورات بين لبنان وإسرائيل. من العاصمة بيروت وعند شهر أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الجيش اللبناني أغلق الطريق بين النبطية ومرج عيون. يأتي ذلك بعد تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الطريق بين دير ميماس والقليعة بدبابات الميركافة والتمركز فوق إحدى التلال قبالة قلعة الشقيف. من ناحية أخرى، أفاد مراسلنا بأن اشتباكات عنيفة بين عناصر المقاومة وقوات جيش الاحتلال التي تحاول التقدم في بلدة شمعة بقضاء صور جنوبي لبنان. أعلنت الصحة اللبنانية استشهاد 4 مسعفين وإصابة 3 آخرين في قصف للاحتلال على بلدتي القطراني ودير قانون رأس العين جنوبي البلاد. وشن جيش الاحتلال غارة على مدينة صور ومنطقة المعشوق وأطراف بلدة عيتيت في قضاء صور جنوب لبنان، كما قصف جيش الاحتلال بالمدفعية بلدة الناقورة بقضاء صور بجنوب لبنان أيضا. أفاد مراسلنا بشن جيش الاحتلال غارة وحشية على مبنى سكني في منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت ضمن موجة غارات ثانية اليوم. وكان جيش الاحتلال شن 4 غارات جوية استهدفت منطقتي حارة الحريك والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت. أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لبلدات المنصور ومجدل زون والحوش واسكندرونة ومزرعة بيوت السياد في صور جنوبي لبنان. وكان جيش الاحتلال أصدر أمرا في وقت سابق بإخلاء 3 قرى في جنوب لبنان وانتقال السكان إلى شمال نهر الأولي. وطالب المتحدث باسم جيش الاحتلال في خاي أدرعي سكان قرى وبلدات الطيبة وعتشيت القصير ودير سوريان بإخلاء منازلهم فورا، مشددا على حظر تحرك الأهالي جنوبا. وكان جيش الاحتلال أصدر أوامر إخلاء لسكان منطقتي البرج الشمالي ومعشوق في قضاء صور جنوب لبنان. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الزميل أحمد سنجاب من العاصمة اللبنانية بيروت. أحمد، مرحبا بك. إذن نحن أمام موجة من الغارات الإسرائيلية المتفرقة على مناطق متعددة في الجنوب اللبناني وأيضا في العاصمة اللبنانية. ما الجديد حتى اللحظة معك الآن؟ نعم، الجديد هو التطورات العملية البرية في الجنوب اللبناني.
جيش الاحتلال الإسرائيلي بات على مشارف مجرى نهر الليطاني، وذلك بعدما قام بالتسلل من منطقة كفر كيلا في الجنوب اللبناني ونحو بلدة القليعة أيضا في الجنوب. هذه البلدة التي تقع في الصف الثاني للبلدات الحدودية، ومن بلدة القليعة توجه مباشرة إلى بلدة دير ميماس التي تعد من بلدات محيط مجرى نهر الليطاني ولكن في الجهة الجنوبية لنهر الليطاني. وقام جيش الاحتلال بالتمركز في بلدة دير ميماس، وتحديدا قام بصف دباباته على طريق الخردلي، هذا الطريق الرابط ما بين النبطية وبلدات قضاء مرجعيون، فقام بقطع هذا الطريق بدباباته، ولكن هذا القطع كان قبيل الحاجز الذي يقيمه الجيش اللبناني في طريق الخردلي، يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي عدم الاحتكاك مع الجيش اللبناني في هذه المنطقة، فقام حاجزا قبيل حاجز الجيش في الجهة الجنوبية، وقام باصطفاف لدباباته في هذه المنطقة التي تعد أقرب نقطة يصل إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجرى نهر الليطاني، علما بأن هذه أيضا هي أقرب نقطة لمجرى نهر الليطاني ما بين مجرى النهر وما بين الحدود اللبنانية الجنوبية، المسافة ربما تصل إلى 5 كيلومترات من الحدود إلى مجرى نهر الليطاني في هذه النقطة، أضيق نقطة على طول مجرى نهر الليطاني. هذه العملية البرية التي قام بها جيش الاحتلال هي في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، هذا القطاع أيضا الذي شهد اشتباكات على مدار الساعات القليلة الماضية بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول التقدم في بلدة الخيام، هذه البلدة المتاخمة لبلدة كفر كيلا بشكل مباشر، وكانت هناك محاولات مستميتة لجيش الاحتلال للدخول إلى هذه البلدة على مدار الأيام الماضية، ولكن المقاومة أفشلت هذه المخططات، وكانت هناك استهدافات كثيفة لقوات وتجمعات جيش الاحتلال. أيضا خلال الساعات القليلة الماضية هناك أكثر من 10 عمليات نفذها حزب الله تجاه تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط بلدة الخيام التي تشهد في هذه الأثناء اشتباكات ضارية أيضا في ظل إصرار جيش الاحتلال على الدخول إلى هذه البلدة. بالتزامن وبالتوازي مع الاشتباكات في القطاع الشرقي وعلى محورين في دير ميماس وأيضا في الخيام، هناك اشتباك آخر في بلدة شمع في القطاع الغربي للجنوب اللبناني، وهو طرف القطاع الغربي الذي يضم بلدة شمع في الصف الثاني للبلدات الحدودية، ومحاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى تلة البياضة ومن تلة البياضة إلى بلدة الناقورة في قضاء صور لعزل طرف القطاع الغربي للجنوب اللبناني. هذه البلدة بلدة الناقورة التي تضم مقر قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، كما أنها على الشريط الساحلي اللبناني بشكل مباشر، فهناك محاولات كثيفة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ هذه العملية واختراق بلدة شمع، ولكن حتى الآن هناك اشتباكات عنيفة بعدما أفشلت أيضا المقاومة محاولات عديدة على مدار الساعات الماضية. وما بين العمليات المتوازية لهذه القوات المتقدمة برا، هناك غطاء كثيف من القوات الجوية التي تنفذ غارات عنيفة على بلدات قضاء صور بما في ذلك مدينة صور وبما في ذلك عدد من البلدات التي حظرها جيش الاحتلال الإسرائيلي. أما في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت فهي تتعرض في هذه الأثناء إلى موجة ثالثة من موجات الاعتداءات، علما بأن الموجتين السابقتين كانت نعم. شكرا جزيلا لك أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من بيروت، أشكرك. يحيي لبنان اليوم الذكرى 81 لاستقلاله عن الانتداب الفرنسي عام 1943. تأتي هذه الذكرى بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي وجهود دولية متواصلة لوقف إطلاق النار. ذكرى تثير الشجن وسط قتامة تسيطر على المشهد، حيث تحل الذكرى 81 لاستقلال لبنان هذا العام، وهي تحمل في طياتها مشاعر مختلطة ما بين قوة وعزيمة وصمود في وجه العدوان الإسرائيلي الجائر، وبين ألم ومعاناة من آثار القصف والنزوح المتواصل. اللبنانيون الذين اعتادوا الأمر يأملون في أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت لبناء وطن قوي يجعل من ذكرى الاستقلال واقعاً وليس مجرد تاريخ.
ولعل هذه الانفراجة تكون قريبة مع الزيارة الأخيرة التي قام بها المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان أموس هوكستين لبيروت لعرض مقترح وقف إطلاق النار على المسؤولين اللبنانيين. القرار بات قريب المنال. كانت تلك كلمات هوكستين في لبنان معتبراً أن التوصل لاتفاق يتوقف على أطراف الصراع. وبعد ساعات من توجه المبعوث الأمريكي لإسرائيل لم تسلم الضاحية الجنوبية لبيروت من الضربات الجوية المتلاحقة بالتوازي مع محاولات قوات الاحتلال التوغل داخل بلدة الخيام مع قصف العديد من القرى والبلدات الجنوبية. بدوره لم يتوقف حزب الله اللبناني عن استهداف تجمعات لقوات الاحتلال ومنعها من الوصول إلى بلدة الخيام الاستراتيجية في القطاع الشرقي، حيث أعلن أنه قصف تحركات جنود الاحتلال على أطرافها أكثر من مرة، كما قال إنه استهدف للمرة الأولى قاعدة حتسور الجوية في جنوب إسرائيل، فضلاً عن قصفه قاعدة حيفا البحرية. قصف وهجوم متبادل بين إسرائيل وحزب الله، ولبنان يواجه تحدي البقاء في ذكرى استقلاله 81 متمسكاً بأمل انتهاء الحرب رغم كل الأزمات. أفاد مصدر حكومي إيطالي بإصابة 4 جنود إيطاليين في قصف على قاعدة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. وتعرضت قوات يونيفيل لاستهدافات متكررة من جانب جيش الاحتلال، ما دفع القوات الأممية إلى التحذير من أن قدراتها على المراقبة أصبحت محدودة للغاية بسبب الأضرار التي لحقت بأبراجها. جدد الاتحاد الأوروبي دعوته لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701. وتطالب الأطراف الدولية بضرورة تنفيذ القرار الأممي 1701 من أجل احتواء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. أعلن جيش الاحتلال إصابة 8 عسكريين خلال الساعات 24 الماضية في معارك بجنوب لبنان. وأكد جيش الاحتلال إصابة 1018 ضابطا وجنديا منذ بدء العملية البرية في جنوب لبنان. كشف موقع أكسيوس أن الوحدة 8200 تشهد أسوأ أزمة في تاريخها بعد فشل أكتوبر. ونقل الموقع الأمريكي عن ضباط استخبارات إسرائيليين سابقين قولهم إن تعيين قائد جديد للوحدة رقم 8200 خطوة غير كافية لإصلاحها وترميمها. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت العميد عادل المشموشي الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بكم سيادة العميد، وأتوقف معك عند الأزمة التي أشير إليها عبر موقع أكسيوس بشأن الوحدة 8200، في التحليل العسكري كيف يمكن تقييم مثل هذه التقارير؟ تحياتي لكم والمشاهدين جميعا. في الواقع الحروب عادة هي يعني تخضع العسكريين عامة والقياديين لامتحانات عسيرة، يعني من يعني يحقق نجاحات يتم ترقيته وإلى يعني مراكز هامة له
وبالعكس من يتبين أنه أخفق في المهام المكر إليه ربما يعني يخضع للمساءلة ويتم حسرته على ضوء النتائج التي تحققت. هذه الوحدة الحقيقة هي يعني من الوحدات الأكثر شهرة في الاستخبارات الإسرائيلية، بل تعتبر هي الركيزة الأساسية لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية على المستوى المركزي. وبالطبع هي أنشئت منذ يعني ثلاثينات القرن الماضي، وبالتالي لديها تاريخ عريق في يعني متابعة الحروب والنشاطات الاستخبارية من قبل جانب العدو الإسرائيلي. وطبعا إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه كان يعني على حرب شبه دائمة مع أكثر من دولة عربية وعلى المستوى المنطقة الشرق الأوسط ككل، وفي السنوات الأخيرة وخاصة بعد عملية الطوفان الأقصى نلحظ أن هذه الوحدة تلقت يعني انتكاسة كبيرة عندما أخفقت في تقدير أو استشراف يعني عملية طوفان الأقصى، وبالتالي يسجل عليها أن ذلك تقصيرا كبيرا في العمل الاستخباراتي، خاصة في يعني إغفالها وعدم تمكنها من كشف مؤشرات التحركات الفلسطينية التي كانت تتحضر لها منظمتي حماس والجهاد الإسلامي في هذا الإطار. وفي المقابل تلك الانتكاسة نرى أنها حققت نتائج كبيرة أيضا في مجال الجبهة اللبنانية، وخاصة على ضوء يعني ما تم من استهدافه أو انكشاف حالة حزب الله في لبنان على مستوى القيادة السياسية كما على مستوى القيادة العسكرية. وأعتقد أن هذا الأمر يعني المساءلة الغنم بالغرم كما يقال، يعني النجاحات يكافئون عليها أما الإخفاقات يحسبون عليها، وهذا أمر طبيعي في الحياة العسكرية أو المناقبيات العسكرية. وأعتقد أن الأمور يعني قد لا تتوقف عند بعض المناقلات واستبدال القيادات وحلول قيادات أخرى جديدة محلها، إنما ينبغي يعني ويبدو أن العدو الإسرائيلي أجرى تحقيقات معمقة في هذا الإطار، وأعتقد ربما يصار إلى تغييرات جذرية إن كان من حيث الهيكلية أو من حيث طريقة يعني الاستعلام، وهي بالتأكيد تركز على يعني طريقين أو متكاملين من الاستعلام التقني والاستعلام الشخصي. وبالتالي كل هذه الوحدات التي ثبت يعني إخفاقها وخاصة في مجال الاستعلام التقني ربما يعني ستطرأ عليها تغييرات جذرية، نعم، وربما مساءلات عسكرية قاسية، وقد يكون بعض الأحيان تصل إلى الملاحقات الجزائية في حال التقصير المتعمد أو التقصير الفاضح. نعم، شكرا لك سيادة العميد عادل المشموشي الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت. ونتحول الآن إلى تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. قطاع غزة في حالة هستيرية. بطل في أمل، يئسنا. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية باستشهاد فلسطيني وإصابة 5 آخرين في استهداف الاحتلال تجمعا للمواطنين أمام بوابة مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. هذا وأكد مراسلنا استشهاد 4 فلسطينيين إثر استهداف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في شارع الشفاء بمدينة غزة في شمال القطاع. وأضاف أن استهدافا إسرائيليا آخر وقع عند مفترق القرم بجباليا البلد شمالي قطاع غزة أسفر عن شهيد وعدد من المصابين. وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 25 شخصا بغارة جوية وقصف مدفعي للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة في حي شجاعية وتجمع سكني في مخيم جباليا، فضلا عن استهداف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 6 من الكوادر الطبية إثر قصف إسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة. ووفق بيان الوزارة، أسفر الاستهداف عن تدمير المولد الكهربائي الرئيسي لمستشفى كمال عدوان وتضرر خزانات المياه. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن المستشفيات في قطاع غزة بالكامل ستتوقف عن العمل أو ستتقلص خدماتها خلال 48 ساعة بسبب عرقلة الاحتلال لإدخال الوقود والمساعدات إلى القطاع. هذا ودعت الصحة الفلسطينية المؤسسات الدولية لاستغلال قرار محكمة الجنائية الدولية لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وإدخال كل ما يحتاجه القطاع من وقود ودواء واحتياجات أساسية والحفاظ على استمرارية المستشفيات في تقديم الخدمات الإنسانية والصحية. والمزيد من المتابعة حول تأثر القطاع الصحي في غزة ولبنان من العدوان الإسرائيلي، تنضم إلينا من جنيف الدكتورة مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية. أهلا بك سيدة مارغريت. إذن إسرائيل تواصل استهداف القطاعات الصحية في غزة وفي لبنان أيضا في سيناريو متشابه إلى حد كبير، يعني كيف تنظرون إلى استمرار إسرائيل في هذه السياسة رغم كل الانتقادات الدولية؟ أود أن أقول ما دائما ما كنا نؤكد عليه، أن القطاع الطبي لابد ألا يكون هدفا من الأهداف العسكرية. القطاع الطبي هو قطاع خدمي تم إقراره من جانب معاهدة جنيف، وقد رأينا كل التداعيات خلال الفترة الماضية وما أثر على أطقم العمل في القطاع الطبي، فبالتالي أصبح لزاما على الجميع وقف هذه العدائيات التي تستهدف القطاع الطبي ووقف استهداف المستشفيات. وأيضا وفقا للقانون والقانون الإنساني الدولي، لا يمكن استخدام القطاع الطبي لأي أغراض عسكرية، وحتى إذا ما كان هناك بعض الشكوك لا بد ألا يكون هناك انتهاكات بشأنها تدمير هذا القطاع وكل مؤسساته وبنائه التحتية. المؤسسات الطبية لا يجب أن تكون أيا من الأهداف العسكرية. طب يعني سيدة مارغريت، كيف ترون حجم الأضرار الناجمة عن الاستهداف الإسرائيلي للقطاعات الصحية والمنظومة الطبية عموما في غزة وحتى لبنان؟ نعم، لقد رأينا تداعيات خطيرة في غزة. على سبيل المثال 59% من الخدمات الطبية تم تدميرها، والبنى الأساسية تضررت بشكل بالغ، وقد رأينا كل هذه القصص والروايات التي تحدث بشأن هذه التداعيات بما في ذلك مولدات الكهرباء. فبالتالي هذا يعني مع نقص الوقود ومع تدمير مولدات الكهرباء لا يمكن إنتاج الطاقة والكهرباء اللازمة لإدارة هذه المؤسسات والمراكز الطبية. نحن نعلم أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعملون بشكل جاد على أرض الواقع، الذين يحاولون تقديم كل الخدمات المعيشية والطبية، ولكن هذا الأمر غير كافي. لابد من العمل مع جميع المنظمات والجهات المعنية من أجل اتخاذ الخطوات الجادة. هذا الأمر يجب أن يتوقف، لا يجب استمرار استهداف القطاعات الطبية، لأن هذا يؤثر على حياة المواطنين. نعم، يعني هي أزمة كبيرة إن كان في غزة أو حتى لبنان، ونعلم بأنه عمل جميع القطاعات هو أمر صعب بشكل كبير. يعني ما هي الإجراءات التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية لإغاثة سكان قطاع غزة والمواطنين اللبنانيين أيضا في ظل هذه الاستهدافات المتواصلة؟ إن عملنا الأساسي والهدف الأساسي هو إدخال كل المساعدات الممكنة بالقدر اللازم. لقد قدمنا الخدمات الطبية والإمدادات الطبية كلما سمح ذلك، ولكن كل العراقيل حدت من هذه القدرات. لم نستطع الوصول إلى كل المحتاجين، كل ما نطلبه هو مزيدا من الدعم والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل إدخال اللوازم الطبية وإرسال الوقود إلى المستشفيات وكذلك الغذاء والمياه النظيفة، لأن المستشفيات تعاني من نقص الغذاء والمياه الكافية للمرضى. وكذلك نعمل على إدخال أطقم طبية عاجلة
تأتي من أجل توفير المساعدات الإنسانية، من أجل أن يتاح أطقم طبية من الأطباء والممرضين، ولكن لسوء الحظ لم نصل إلى العدد المطلوب والمستهدف، ذلك بسبب كل هذه التداعيات والعراقيل. نفس الأمر في لبنان، نحاول إدخال كل اللوازم الطبية من أجل إدخال أكياس الدم ودعم المستشفيات بكل اللوازم الطبية والأطقم اللازمة. نعم، يعني أنت تتحدثين عن ضرورة العمل مع الجهات المعنية، وعمليا يعني لديكم إمكانيات للعمل بشكل واسع في كل مناطق العالم. في مناطق الصراع تحديدا في لبنان وغزة، كيف تتحركون كمنظمة وهيئة تابعة للأمم المتحدة لمواجهة هذه الممارسات الإسرائيلية التي تتجاوز القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أيضا؟ قطاع غزة هو القطاع الأكثر خطرا للأطقم الطبية في العالم، في كل يوم فرقنا تتعرض لخطر داهم. نحن نعمل مع كافة الأطراف ونحن محايدين، نحن لا ننحاز إلى طرف دون طرف، ولكن لا بد من التعاون مع كل الأطراف من أجل إتاحة كل السبل اللازمة للوصول للمحتاجين. هذه هي وظيفتنا، الوصول للمحتاجين، وهذا ما نفعله على كوكب الأرض بشكل عام، وكل ما نطلب عمله هو الوصول إلى المواطنين بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، ولكن فرق عملنا تتعرض لخطر كبير. نعم، هذا فيما يتعلق بالواقع الحالي، لكن هل لديكم خطط لإعادة تأهيل القطاع الطبي والمنظومة الصحية في قطاع غزة في اليوم التالي للحرب؟ أكيد، في حقيقة الأمر هذا أمر مؤكد، هناك حسابات، لأن هذا يكلف مليارات الدولارات، ولكن ما نراه حتى مع تدمير المستشفيات، رأينا كل هذه التداعيات في البنى التحتية التي تتطلب تكلفة كبيرة من أجل إعادة تأهيلها، وهناك أيضا عراقيل كبيرة في إعادة بناء وإعادة تأهيل هذه النظم. لابد من استعادة عمل الخدمات وتوفير كل الخدمات الطبية لكل المحتاجين في القطاع، وأيضا للوصول إلى المناطق الآمنة، هذا أمر في غاية الأهمية حتى مع ظل وفي ظل هذه الظروف المتداعية بشكل خطير. نعمل مع كل الأطراف من أجل إعادة تأهيل القطاع، وأيضا أنتم على حق، نحن في حاجة في البداية إلى إنهاء الحرب من أجل أن يكون هناك فارقا، ولكن الخطوة الأولى هي وقف إطلاق النار. أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا من جنيف الدكتورة مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية. قال المتحدث باسم منظمة يونيسيف ريكاردوس بيريس أنه لا تزال توجد خسائر كبيرة في صفوف أطفال قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو 14 شهرا. وأشار المتحدث باسم يونيسيف خلال تصريحات للقاهرة الإخبارية إلى محاولتهم بذل كل الجهود الممكنة للحد من تداعيات الكارثة على الأطفال في قطاع غزة. إن الموقف الراهن في قطاع غزة كارثي بكل معنى للكلمة فيما يتعلق بالحالة الإنسانية للأطفال. لا زال هناك جروح كبيرة وخسائر كبيرة في صفوف الأطفال، لقد نزحوا لعددا من المرات بشكل كارثي. الأمر يعتبر كابوس بالنسبة للأطفال. الظروف المعيشية في غزة لا تسمح بمعيشة الأطفال بكل كرامة وشرف، فبالتالي هناك نقص حاد في وصول المساعدات الإنسانية، والمعاناة مستمرة والموقف الراهن يتدهور. أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بموقف إسبانيا العادل إزاء القضية الفلسطينية، خاصة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس المصري ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، بحثا خلاله تطورات القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما الوضع بالشرق الأوسط. من جانبه ثمن سانشيز دور مصر في تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط وفي مكافحة الإرهاب والتطرف إقليميا ودوليا، كما أشاد بمساعي مصر المستمرة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان وإنفاذ المساعدات الإنسانية.
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومين الاثنين والثلاثاء في أو قرب روما مذكرات التوقف أو توقيف الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأكدت ميلوني ضرورة أن تكون دوافع قرارات الجنائية الدولية موضوعية وليست سياسية. قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين ليستا حكما نهائيا، بل هما مجرد إضفاء للطابع الرسمي على الاتهام. وأوضحت الخارجية الفرنسية أن رد باريس على أمر الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتوافق مع مبادئ المحكمة، مؤكدة التزامها التام بالعمل المستقل للمحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الأساسي. رحبت وزارة الخارجية اللبنانية بقرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت لارتكابهما جرائم حرب ضد المدنيين. وأكدت أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة وإدانة واضحة لما ارتكبته إسرائيل من جرائم بحق المدنيين. كما طالبت بضرورة التزام المجتمع الدولي بمبادئ ومسار العدالة الدولية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي. دعا المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيرمي لورنس الدول الأطراف في نظام روما إلى احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذها. وأكد لورنس خلال مؤتمر صحفي أن المفوضية الأممية تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها القضائي، خاصة ما يتعلق بإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه المقال يوآف جالانت. قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن موقف برلين بشأن تسليم الأسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت. وأوضحت الحكومة الألمانية أن تسليم الأسلحة إلى إسرائيل يخضع دائما لتقييم كل حالة على حدة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من تورونتو الدكتور شيلي إيبوي أوسوغي رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق. مرحبا بكم سيادة الدكتور. وبداية يعني البعض قد يتساءل هنا، بما أن إسرائيل ليست موقعة على نظام روما أو ميثاق روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، فكيف يصدر لمسؤولين فيها أمر اعتقال كهذا؟ شكرا جزيلا. في البداية أود أن أجيب على هذا السؤال بشكل مختصر، لأن هناك إجابة مطولة جدا بشأن هذا الأمر من جانب الجنائية الدولية، ولكن أحب أن أختصر الإجابة. يمكن أن أقول أنه لا يوجد أي صعوبة في هذا الشأن، لا أعني هنا صعوبة حقيقية في إجابة هذا السؤال، ولكن في الحقيقة أن إسرائيل ليس دولة عضوة في الميثاق المؤسس روما، وكذلك في هذا الشأن، فبالتالي هذا لا يعني أن المحكمة ليس لديها الاختصاص القضائي فيما يحدث في الأراضي الدول الغير عضوة. فبالتالي هذا يتعلق الأمر بغزة وبشكل مباشر، وكذلك في الضفة الغربية في بعض الأحيان، وهي الأراضي الفلسطينية والتابعة للدولة الفلسطينية. فبالتالي فلسطين هي الدولة عضوة، فبالتالي هذا يعطي المحكمة الجنائية الدولية هذا الاختصاص القضائي. وبنفس الشكل ما يحدث في الأراضي الأوكرانية أمرا مشابها تماما، عندما أقرت أوكرانيا بالاختصاص القضائي للجنائية الدولية
فأصبح للمحكمة الاختصاص القضائي فيما يحدث في أوكرانيا، بغض النظر عن أن روسيا ليس دولة عضو في ميثاق روما. فبالتالي الإجابة بكل اختصار أن هذا الأمر وهذا الوضع لن يوقفنا عن ممارسة اختصاصنا القضائي. طيب سعادة الدكتور شيلي، كيف يمكن تنفيذ هذه المذكرة عمليا؟ يعني هل يتم إبلاغ الدول الموقعة على إعلان روما مثلا لتنفيذ أمر الاعتقال إذا زارها نتنياهو مثلا؟ هذا هو الإلزام القائم، هذا واجب على كل الدول الأعضاء البالغ عددهم حوالي 124 دولة في الميثاق لروما، فبالتالي عليهم إلزاما لتنفيذ هذه المذكرة للإيقاف والاعتقال. هذا إلزام تام وراسخ على كل الدول العضوة 124 في ميثاق روما، وهذا يشمل كل الدول الأوروبية وكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل أدق. هذا إلزام عليهم جميعا، ولكن لسوء الحظ ما نراه خلال هذه الفترة ليس لدينا كثير من الدول من الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا، دولتين فقط إذا ما كنت أتذكر بشكل صحيح من تلك المنطقة، وهي فلسطين وتونس وكذلك الأردن، ثلاثة دول أعتقد. فبالتالي كان من الأهمية بمكان أن تنخرط كل الدول في شمال أفريقيا والشرق الأوسط أن تشترك في عضوية الميثاق لروما، فبالتالي لا بد أن يكون هناك إنفاذا لهذا القانون من خلال هذه الدول. طيب سعادة الدكتور شيلي، يعني أنت بخبرتك السابقة كرئيس سابق للمحكمة الجنائية الدولية بصدد كتابة كتاب جديد بعنوان نهاية الحصانة، ماذا تقصدون بهذا العنوان اتصالا بهذه القضية؟ شكرا جزيلا لذكر هذا الموضوع. الكتاب في البداية قد تم نشره بالفعل، تم نشر الكتاب بالفعل خلال الشهر الماضي، يمكن أن تروه في الخلفية، العنوان هو إنهاء الحصانة. فبالتالي الكتاب يسرد القصة الكاملة في هذه النزاعات وكيف يتفاعل العالم والمجتمع الدولي وكيف تغير القانون الدولي كذلك، والذي أعلن أنه لا يوجد أي شخص أو كيان يتمتع بالحصانة فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي، بغض النظر عن إن كان رئيسا لدولة أو رئيسا لحكومة أو أيا كانت كينونته، سواء من الجهة العسكرية أو المدنية، سواء كان قويا أو ضعيفا، لا يتمتع أي شخص أو أي كيان بالحصانة التامة في انتهاكات القانون الدولي. كتابي الآن يخطرنا بهذه القصة وهذه الرواية التي تقر بأهمية احترام القانون الدولي، وهذا هو الوضع الحالي الذي نطالب بتحقيقه. طيب في ضوء هذا دكتور، كيف ترون تداعيات هذه المذكرة على إسرائيل وعلى المجتمع الدولي وعلى الأزمة الراهنة الآن في المنطقة؟ إن التداعيات من مذكرة الاعتقال يمكن أن التي صدرت من الجنائية الدولية، أي طرف وأي شخص، فإن مذكرة الاعتقال تم إصدارها ولكن هناك حاجة إلى تنفيذها، سواء كان ضد المسؤولين الروس أو غيرهم حول العالم الذي صدرت هذه المذكرة ضدهم، الجميع يعلم تمام العلم أنه لا يمكن لهؤلاء المسؤولين السفر بكل حرية حول العالم، لأن عندما يدخلون أي دولة من دول الأعضاء لميثاق روما فيتعين على تلك الدولة العضو أن تنفذ مذكرة الاعتقال باستخدام سلطاتها المختصة بها. فبالتالي عندما تسافر حول العالم سوف تكون هناك مخاوف كبيرة على هؤلاء المسؤولين، وهذا عدد ليس بالهين. طيب يعني لو فرضنا مثلا أن الولايات المتحدة تدخلت بنفوذها لمنع اعتقال نتنياهو وجالنت، كيف سيكون تصرف المحكمة قانونيا؟
هناك بعض التوقعات سواء كانت الولايات المتحدة سوف تتدخل أو تنخرط في هذا الشأن لإيقاف مذكرة الاعتقال أو تتدخل أو تتلاعب بشكل ما. لا يمكن أن نتوقع هذه التصورات حتى لا نعلم إن كان هناك نية لفعل ذلك أو لا، وكيف سيتفاعل العالم تجاه هذه القضية. ولكن في الوقت الراهن الهام هو التركيز على تنفيذ مذكرة الاعتقال بأسرع وقت ممكن، وهو الأمر الصادر من الجنائية الدولية. دكتور شيلي إيبوي أوسوغي رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق من تورونتو، شكرا جزيلا لك. قالت السفارة الأمريكية في لندن إنها عادت إلى عملياتها الطبيعية بعد أن أجرت السلطات المحلية تحقيقات وأزالت طردا مشبوها بالخارج. وكانت الشرطة البريطانية قالت إنها تحقق في طرد مريب في محيط السفارة الأمريكية بجنوبي لندن، وإنها فرضت طوقا أمنيا كإجراء احترازي. أعلنت سلطات مطار جيت ويك في جنوب العاصمة البريطانية لندن إعادة فتح المحطة الجنوبية بعد إخلائه للاشتباه بوجود طرد مشبوه داخل الأمتعة. وأشارت سلطات المطار إلى وجود بعض التأخيرات والإلغاءات في الرحلات المقررة اليوم. كانت الشرطة البريطانية أرسلت فريقا متخصصا في إبطال مفعول المتفجرات إلى مطار جيت ويك في لندن بعد العثور على مادة محظورة مشتبه بها. وأضاف البيان أنه تم إخلاء محطة في المطار وفرض طوق أمني. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استخدام صاروخ باليستي متوسط المدى من طراز أوريشنيك للمرة الأولى في استهداف منشأة عسكرية أوكرانية في دنيبرو بتروفسك، ردا على استهداف الأراضي الروسية بصواريخ غربية بعيدة المدى. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 5 صواريخ من طراز أتاكامز وصاروخين من طراز ستورم شادو خلال أسبوع. أعلن الكرملين أن الجيش الروسي سيعمل على وضع آليات لتنبيه المدنيين في أوكرانيا في حال وجود خطط لشن هجمات صاروخية باليستية جديدة. كما أشار الكرملين إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتجه نحو التصعيد، مضيفا أنه لا توجد اتصالات بين موسكو وواشنطن بعد اختبار روسيا لصاروخ أوريشنيك الباليستي. يعقد حلف شمال الأطلسي ناتو وأوكرانيا محادثات الأسبوع المقبل في بروكسل للبحث في إطلاق روسيا صاروخا باليستيا فرط صوتي على منطقة دنيبرو. ومن المقرر أن يعقد هذا الاجتماع الذي دعت إليه أوكرانيا على مستوى السفراء. وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية قرار أوكرانيا باستخدام الألغام المضادة للأفراد للدفاع عن نفسها ضد روسيا بأنه أمر مؤسف. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الألمانية أنه من المؤسف أن تشعر أوكرانيا بأنها مضطرة لاتخاذ مثل هذه الخطوات في ظل استمرار هذه الحرب. قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إقرار حزم مساعدات جديدة لأوكرانيا قبيل مغادرتها البيت الأبيض، وطالبت بدعم كييف لصد الهجمات الروسية. في المقابل لا تزال تصريحات الرئيس الروسي حول استعداد موسكو لضرب أهداف لحلفاء أوكرانيا تلقي بظلالها السلبية مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب عالمية.
بوتيرة تناظر أجواء الحربين العالميتين الأولى والثانية، يرتفع سقف التهديدات المباشرة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية أكبر داعم كييف والعمود الفقري لعتاد جيشها. فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتردد كثيراً في الإعلان عن قصف منشأة عسكرية أوكرانية بصواريخ باليستية متوسطة المدى تفوق سرعة الصوت غير مدمجة بالأسلحة النووية، كرسالة تحذير منه لحلفاء أوكرانيا بصفة عامة ولواشنطن ولندن بصفة خاصة عن إمكانية شن الجيش الروسي هجمات مماثلة ضد منشآت لهما، بعدما استخدم الجيش الأوكراني صواريخ أتاكمز الأمريكية وستورم البريطانية ضد منشآت عسكرية روسية داخل عمق البلاد بمدينتي بريانسك وكوريسك. التهديد الروسي يشمل كذلك الدول الأعضاء في حلف الناتو الذين بادروا منذ شهور الحرب الأولى بتقديم الدعم العسكري لكييف. الهجوم الروسي ضد المنشأة العسكرية الأوكرانية بمدينة دنيبرو بوسط البلاد اعتبره الرئيس فلاديمير زينيلسكي تصعيداً واضحاً وخطيراً في الحرب، مؤكداً أن استخدام موسكو لنوع جديد من الصواريخ الباليستية دليل على عدم رغبتها في تحقيق السلام، ومطالباً دول العالم بإصدار إدانة قوية ضد ما وصفها بالوحشية الروسية. البنتاغون قفز إلى أبعد من ذلك بوصف تصريحات الرئيس الروسي ضد واشنطن وحلفاء كييف بالمتهورة، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أنها تحمل بين طياتها خطورة كبيرة لا يمكن التقليل منها، وما يزيد من غموض مستقبل الأزمة الأوكرانية ويهدد بتصعيدها هي وقوعها زمنياً الآن بين إدارتين أمريكيتين مختلفتين تختلفان إلى حد ما في دعمهما لكييف، بين ترامب الذي يؤكد أنه قادر على إنهاء الحرب سريعاً وبايدن الذي تعهد مؤخراً بتقديم حزم مساعدات عسكرية جديدة لكييف، ما قد يزيد من توترات الساحة التي أعلنت روسيا تغيير عقيدتها النووية من أجل حسمها. وللمزيد ينضم إلينا من أوديسا ديمترو بليتشوتيك المساعد أو المتحدث باسم قيادة القوات البحرية الأوكرانية. بعد 1000 يوم من الحرب الروسية الأوكرانية، ما هو الوضع العملياتي على الأرض؟ الموقف من خلال دائرة التزاماتنا يمكن وصفه بأنه مستقر. يمكنكم أن تروا أن قطع البحرية، الأسطول البحري في البحر الأسود متمركزة في نوفوروسيسك بعد أن تركت القرم، بعد أن يصيبهم الخوف أن يسبحوا في البحر حتى لا يتعرضوا للقصف. إذن هناك شلل تام لقطع الأسطول البحري في البحر الأسود، لأنه يمكن أن يصاب ويتوجه إليه سواء مسيرات أو صواريخ. نحن الآن نتحكم في ما يقرب من 100 ميل من شواطئنا، ويمكننا فتح النار سواء في على القرم أو على شواطئ بحر أزوف. نعم، إذن يعني في ظل ما تصفه من قدرات تمتلكونها الآن وإمكانية للسيطرة على المناطق التي هي الآن تحت أيديكم، يعني ما أبرز النجاحات التي ربما حققها الجيش الأوكراني منذ بدء التغاول توغله في عمق الأرض الروسية وتحديدا في منطقة كورسك؟ بالنسبة للقوات البحرية
يمكن أن نعلق فقط على أن العمليات يمكن أن تقوم بها وتشارك بها القوات الأخرى بمشاركة القوات البحرية الأوكرانية. أما فيما يخص الموضع نفسه في كورسك فإن القوات البحرية لا تستطيع التعليق على الموقف في كورسك لأنها بعيدة عن البحر. طب يعني بالحديث عن الدعم الغربي العسكري لكييف، يعني ما الفارق في الأشهر الأخيرة وفقا لمتابعتكم؟ ممكن أن نقول من منطلق القوات البحرية أن نقول أن شركائنا في أوروبا ما زالوا يقومون بإعداد الخبراء للقوات البحرية من مختلف المهن بدءا من الأطباء البحريين وانتهاءا بالبحارين المقاتلين أو العسكريين، حتى يمكن فيما بعد مواصلة التواجد على السفن التي يعطونها لنا شركاؤنا سواء سفن أو قطعة بحرية. أما فيما يخص الدعم العسكري للتسليح فإن هناك كثير من المساعدات مثل الزوارق وكذلك التقنية البرية أو المعدات البرية، وكذلك هناك السلاح المشاة السلاح الخفيف، ويمكن أن يساعدنا على النجاح في صد مهاجمات الروس سواء اتجاه البحر أو اتجاه الأسطول أو اتجاه المشاة. إذن هناك ما زالت هناك الطائرات الروسية تعمل في أجواء البحر الأسود وتقوم بتوجيه ضربات، ونحن نلجأ إلى شركائنا لتطوير الدفاعات الجوية، وشركائنا دائما ما يقدمون لنا بعض الأسلحة ويعلمون ويدربون على كيفية استخدامها. طب يعني هل كان هذا الدعم كافياً لمواجهة ترسانة القوات الروسية حتى الآن؟ حتى يكون هذا كافياً لابد أن نقوم أن نحقق نجاحاً، ونحن نتمنى أنه في ظل هذه المساعدات يمكننا أن نحقق مثل هذا النجاح. نعم. طب يعني هل ترى أن عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يمكن أن تنقل الأزمة الروسية الأوكرانية إلى تسوية ربما لوقف هذه الحرب؟ من موقف القوات البحرية لا يمكننا التعليق أو تقييم الوضع الديموغرافي والوضع العسكري على الجبهة، فنحن هناك نحن نلجأ فقط لشركائنا الغربيين الذين يقومون بتقديم المساعدات لنا. إذن من أوديسيا كنت معنا الأستاذ ديمترو بليتينتشوك المتحدث باسم قيادة القوات البحرية الأوكرانية، شكرا جزيلا لك. ختام هذه النشرة إليكم تذكرة بأبرز عناوينها. الجيش اللبناني يغلق الطريق بين نبطية ومرج عيون بعد رصد تقدم لقوات إسرائيلية باتجاه دير ميماس في جنوب لبنان. استشهاد وإصابة 6 فلسطينيين في استهداف الاحتلال تجمعا للمواطنين بمحيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة. ووزراء خارجية مجموعة السبع يناقشون الأسبوع المقبل مذكرات التوقيف الصادرة عن الجنائيات الدولية ضد نتنياهو وجالنت. كانت هذه هي أهم الأنباء، أود أن أشكركم على طيب المتابعة، شكرا لك خالد. شكرا لك منى، شكرا لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.